ملف الحركة خارج المفاوضات مع الفرنسيين، هذا ما أكده مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي في حديثه لمجلة الجيش، الذي قال: إن هذا الملف غير قابل للنقاش، لأن ذهاب الحركة إلى فرنسا كان بمحض إرادتهم، والقضية أضحت شأنا داخليا للفرنسيين. صار أثناء الحرب أن ينحاز إلى فرنسا ضد شعبه، تبنى قضية غير القضية الوطنية، ومن هنا إحياء هذا الموضوع من طرف فرنسا هو أولا استفزاز، وأنا أقول استفزاز لأن هؤلاء فرنسيين، وإذا يطرحوا هذا الموضوع يعود يطرحوا موضوع الحركة، موضوع البينوار كما طرح في فترة معينة. تصريحات شيخي لقيت ترحيبا من قبل مختصين في التاريخ والذاكرة، على الاعتبار أن الحركة اختاروا أن يكونوا فرنسيين وبالتالي يعاملون كأجانب. الآن هؤلاء فرنسيين بأتم الكلمة، ينطبق في فرنسا عليهم القانون الفرنسي، أما بالنسبة للجزائر فيعاملون كأجانب. والمسألة إذا الآن بالنسبة للذاكرة وفيما يخص هؤلاء فرنسيين، القضية فرنسية فرنسية، القضية هي فرنسية فرنسية، سيت ان بروبليم فرانكو فرنسي. لماذا؟ لأنهم اختاروا الجنسية الفرنسية وتحصلوا عليها، وأبنائهم تحصلوا على هذه الجنسية، وبالتالي ليسوا جزائريين. شيخي أشار إلى أن بعض وثائق الأرشيف ستظل سرية رغم انقضاء القوانين والمعايير العلمية لنشرها، لاعتبارات أخلاقية تمس بسمعة الأشخاص وتسيء لبعض الأفراد في أخلاقهم أو لأسرهم، وكذا إمكانية إحداث هذه الوثائق زوبعة في المجتمع.